أستاذ ياسر مسحل في كل حديثه يقول لك اللجان القضائية لجان مستقلة، وهذا شيء صحيح. احنا ما نقول لك يا أستاذ ياسر، احنا نقدر العمل الكبير في المنتخبات والدليل النجاحات اللي بيحققها منتخباتنا في جميع المراحل، لكن في أمور يحتاج أنك أنت مش تتدخل في قرارات اللجان القضائية، لا، أنك أنت تنبههم على الأخطاء إذا كانت في أخطاء، وهي في أخطاء الحقيقة، أو في قرارات لازم لها أنك أنت تقعد معاهم، عشان في النهاية ترى دول اللجان القضائية الاستئناف ولجنة الاحتراف، هذه لجان تحت مظلة الاتحاد السعودي، وبالتالي محسوبة عليك. يجب أن تتدخل وتجلس مع اللجان وتحاول أنك أنت توضح لهم بعض الأشياء أو بعض الأمور اللي يتحدث عنها الشارع الرياضي والإعلامي عن الأخطاء الموجودة أو القرارات اللي حقيقة فيها كثير من التباين. هذه أمور يجب أن يتدخل فيها الأستاذ ياسر المسحل، لأنه في النهاية صحيح أن نقدر عمل، وأنا أقول لك من الآن ترى على فكرة إحنا لما الأستاذ ياسر المسحل أترشح ترى من زمان إحنا نطالب بهذا الرجل. ليش؟ لأنه عنده خبرة كبيرة في الاتحاد الآسيوي والاتحاد الدولي. أنت تؤيد استمراره في اتحاد الكرة؟ بالتأكيد أؤيد وأتمنى استمراره للأمانة. وليش؟ لأنه ما هو أنا اللي قاعد أقول على أني مجامل ياسر المسحل. وبعدين شيء ثاني، الجمعية العمومية اللي هم كل رؤساء الأندية ومندوبي الأندية موافقين على أو طالبين أنه هو يقدم ترشيح لفترة رئاسية ثانية، فما بالك من هم الأقدر على أنهم يقيموا عمل الاتحاد السعودي؟ هم الأعضاء الجمعية العمومية اللي هم من الأندية، لأنه الأندية الآن مطالبة أنه هو يترشح. أو يعني الناس يقول لك ليش أنت تعلن الترشيح قبل كأس العالم؟ وش دخل الموضوع هذا في موضوع كأس العالم؟ على طلب يعني في ناس للأمانة عندها هدف أن هي تصنع من الحبة قبة، يعني زي ما يقولوا المثل. أنا شخصيا أتمنى من الأستاذ ياسر المسحل أنه هو كمان يعالج بعض القرارات أو بعض الأشياء الموجودة في اللجان القضائية، الاستئناف، لجنة الاحتراف، ولا حتى لجنة التحكيم. أنا من الناس للأمانة ماني مؤيد إطلاقا لمسألة أنه يخرج رئيس دارة التحكيم ويقول لك الحكم هذا ارتكب خطأ في الدقيقة كده والمفروض. طب أنت كده تثير الوسط الرياضي أكثر، انت كثير بدل ما تقعد مع الحكام اللي عندهم اخطاء تقعد بينك وبينهم تتكلم معاهم تناقشهم على اخطائهم تحذرهم تديهم خطاب انذار تديهم خطاب ابعاد الدرجه الاولى. عشان كذا اما مساله انك انت تجي تطلع بعد كل جوله وتقول والله الاخطاء ارتكب الخطا حكم الحكم ارتكب الخطا الفلاني وكان المفروض انه كذا وهذا خطا ها يحسب على الحكم، كيف انت كواحد داعم لهذه للحكام وتطلع تتكلم عنهم في الاعلام وعلى امام المرمى ما تعتبر توضيحات؟ لا ما هي توضيحات، هذه التوضيحات ايش الهدف؟ ايش الهدف من هذا كله؟ الهدف انك انت لازم تعدل الاخطاء، مو احنا نبغى نعدل اخطائنا؟ انت تقعد مع الحكام تجلس معهم توضح لهم الأخطاء وتعطيهم إنذارات، وبعد كده المرة الثانية إبعاد للدرجة الأولى لفترة، وبعد كده إذا تعدل ترجعوا للدوري روشن. لكن مسألة أنك أنت تطلع تثير بلبلة في الوسط الرياضي وفي الشارع الرياضي هذا أسلوب لازم يتوقف للأمانة في كل جولة. وأنا أتمنى من الأستاذ ياسر المسحل لا يزعل مني يكون واضح في هذه الأمور ويجلس معهم، لأن الناس ترى الشارع الرياضي يحتاج الى ان نحن كمان نغير بعض اشياء كثيره من بعض الامور اللي تحدث في جانب بعض اللجان في جانب التحكيم. عشان نسمع توضيحات مثلا اختتمت